رأي مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. نعم، تنضم إلينا مرة أخرى ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم رجائي وإيمان. والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، الإسكندرية 29-22، مطروح 28-21، بورسعيد 31-22، والإسماعيلية 34-23. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 23، العريش 33-22، طابة 34-26، وشرم الشيخ 38-27، والغردقة 38-28. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 27، أسوان 40-28، الوادي الجديد 38-26، شلاتين 38-28، وأخيرا حلايب العظمى 35 درجة والصغرى 27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.